الجميع يبحثون عن مناعة الجسم وخاصة في الوقت الراهن. إليك في هذا الفيديو 7 أطعمة تزيد من مناعة جسمك. أولاً الثوم، وهو من أعظم مضادات الأكسدة ومضادات للفيروسات ومن قويات المناعة، ويحتوي الثوم على الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، كما يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، فهو مقوي عام ورافع للمناعة، ويوسع الثوم الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم. عليك بتناول الثوم طازجا بعيدا عن الطهي قبل الطعام. ثانيا البصل، ويحتوي البصل على فيتامين سي والكيروسين، وهي مادة تمنع الجلطات والأزمات القلبية، بالإضافة إلى أنه يحسن الأوعية الدموية. ويحتوي البصل أيضا على نسبة عالية من الكبريت، كما يوجد في البصل مادة شبيهة بالإنسولين التي تؤدي دورا هاما ومساعدا لمرضى السكري. ثالثا الشاي الأخضر، من أقوى مضادات الأكسدة في العالم، فيزيد من مناعة الجسم وخلايا تي سيلز، كما يزيد أيضا من حركة الجسم ويقلل الوزن لمن يبحثون عن خسارة الوزن. رابعا الجنزبيل، فهو مضاد للأكسدة والتي تقلل الالتهابات في الجسم، كما تقلل آلام المفاصل وتقلل الالتهابات، ويقلل أيضا آلام الحلق. خامسا الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، والتي توجد في اللبن الرائب والزبادي، وتعمل هذه المادة على تحسين المزاج وتساعد في اختيار الطعام وترفع المناعة، كما تمنع الحساسية والإنزيمة والصدفية. سادسا الشوكولاتة الداكنة، من أعظم مضادات الأكسدة وتقوية المناعة، فيجب ألا تزيد عن 30 غراما وأن تكون خالية من السكر، وتحتوي على نسبة من الكاكاو أعلى من 70%، وتساعد على الاسترخاء، وتحمي الشوكولاتة الداكنة من تأثيرات الشمس الضارة على الجلد. سابعا رب القرع، يحتوي رب القرع على الزنك، ويحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، كما يحتوي على 30% من البروتين، وهي من التسالي الوحيدة التي تزيد من قلوية الجسم، والتي تقلل من نسبة الفيروسات أيضا في الجسم. شكرا للمتابعة، تابعوني لمزيد من الفيديوهات المفيدة. كنتم مع زينب مصطفى وبرنامج الصحة والجمال.